احتفالها، وجعلنا كاملين نحتفل معها بهذه الذكرتين الغاليتين على انفسنا كاملين. وفي الحقيقه باغي نثمن المداخلات ونوعيتها وتركيز واستهداف، وباغي في الحقيقه نحتفلوا بشكل دائم ومتكرر ببعض يعني الحقيقه بعض التجسيدات لهذه الذاكره ولهذه الوحده كامله. ومن نتكلم عن هذا نتكلم عن الشيوخ ونتكلم عن الناس اللي عايشوا هذه المراحل كامله. واعتقادي يعني انه ما نعود نبالغ ويقولوا عنه قد يعود ما هو منتدى بهذا الاقبال يقول حد يا غير، احنا مفتخرين حقيقه وجود هذو الاباء الكرام معنا، ومفتخرين بتاريخهم اللي يمتد لفترات تفوق اعمار ياسر منا واحيانا تفوق مرتين قد اعمارنا مرتين، معنى انهم من النهار الاول وهم صامدين سواء، وكذلك بعض الاخوات اللي يعني مضاو عشرات السنوات من ريعان شبابهم في المعتقلات ولا كامل. اذا الوحده صحيح ما اعتقد انهم خلاو الاخوان من المعاني والله من البحث عنها، لا من ناحيه تاريخيتها ولا من ناحيه الظروف اللي حاط فيها، ولكن كذلك من حيث الظروف اللي حشدت لها وهيئت لها وكانت آلية في تجسيدها، واللي هي الإرادة والثبات والتضحية والاستعداد للبناء والعطاء من أجل البناء ونكران الذات وغيره من الأمور. إذا هذا الأمور ما عندنا فيها شك، وكذلك ربط هذه الأمور كاملة في المحاضرة الأخيرة اللي هي متعلقة بالخيمة ودورها ومركزيتها في الهوية الصحراوية بشكل عام، وتأطير ذا كامل في إطار سياقه الحقيقي والمعقول، واللي هو أنه المقاومة بالهوية والمقاومة بالثقافة. أنا باغي نتطرق شوي بشكل خاص لبعض الأمور واللي تعني الوحدة. الوحدة ما تعني أن الناس كاملة تعود في بلد واحد، يا غير الوحدة تعود الناس كاملة على قرب واحد وعلى هدف واحد وفي اتجاه واحد. وكيف فرض الكفاية ما هو بالضرورة أنها كاملة تمر من نفس الممر ولا تقوم كاملة بنفس العمل، يا غير اللي في زره خالفه والله اللي تولاه عمل يقوم به ويحاول يقوم به على أحسن وجه. واعتبار أنه أي عمل يقوم به أي وطني صحراوي صادق هو قام به عن الشعب الصحراوي كامل وقاوم به عن الشعب الصحراوي كامل. باغي نتطرق شوي لمسألة هذول البرلمانيين اللي عدلوا زيارة مؤخرة للمنطقة، وباغي نشرح بشكل يعني واضح والجميع ما كان زين عندي عنه أبدا نتكلم على الأشياء والمسائل اللي نعتقدوا على أن فيها نوع من التكتيك والله تمس استراتيجية العمل، لأنه احنا واحدة من المسائل اللي مفروض علينا نقاوموها هو هذه الهجمات العدو وهذه الانفلتراسيون، هذا 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 التوقل اللي عدلوا فينا من خلال تعامطنا مع الإعلام، من خلال قراءتنا من أفكارنا والجمايعنا وذا كان. وبالتالي من المرات ينفرض من تعود طينة من الناس والله عينة من الناس اللي أخلاقاتنا كبيرة عليها ما فيها مشكلة نكشفه شوي باش تضح الصورة للناس كاملة. هذو البرلمانيين جاوا بناء على طلب تقدمت به الأخت المناضلة من التحيدار في اجتماع كان في البرلمان الإسباني لتقديم شغلة اشتغلنا عليها بشكل جماعي مجموعة من المنظمات لفترة سنتين وزيادة، واللي تمخضت عن تقرير من 1260 صفحة، يعني كان دراسة دقيقة، واللي قاد الفريق البحث اللي عدلها كارلوس بيرنستاين كانوا يقدموه في البرلمان الإسباني. ومنتو جزاء الله كل خير كيف جزاء كل المناضلات والمناضلين الصحراويين عنا كل خير، اغتنمت الفرصة باش تعدل دعوة للفريق البرلماني لأصدقاء الصحراء في داخل البرلمان الإسباني. لباوا الدعوة وتعرفوا كاملين المشاكل كيف دائما توقع، ما كانت أول مرة مجموعة من البرلمان الإسباني الرسمي تتجاوز هذه العقدة اللي معدل للمغرب لأنه ما يخلي حد يدخل، يا غير كذلك فيها تحدي للإدارة الاستعمارية والمديرة الحالية اللي هي إسبانيا، لأنها كان دائما تتعذر للبرلمانيين ولأصدقائنا من الشعب الإسباني لأنه ما يقدروا يخلوهم يدخلوا لأنه المغرب ما هو قابل هذا.
وبالتالي في الحقيقة عدلوا ثغرة في هذا الجدار، وكان بالنسبة لنا المكاسب والتحصين هو التقدام بها القدام. بعض الناس بالتأكيد على أنه ياسر من الناس ما جبروا هذو البرلمانيين، وفيهم جزء كبير من هاي التسميات كاملة اللي نسموا. وبعض نقول على أنه في إطار تنسيق الفعاليات ياسر من الجمعيات والإطارات ما جبرهم كذلك. يا غير اللي واقع شنو هذا البرنامج، برنامج هاو البرلمانيين اللي أنا ندور نكشفه، ما قلت على أنه ما كان يعود مستحسن عنه نكشفه، يا غير الأخلاق بعض الناس اللي هم كبار عندنا ومهمين عندنا، ولعل ينقال شي ما الحق ندور نقول الحق بشكل رسمي بطنية وشرابيون مساعدة محمد علي المسؤول عن قسم الثقافة في نفس التمثيلية المركزيتنا اللي هي في مدريد، وبتعاون مع رئيس تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي في إسبانيا اللي معروفة اختصارا بسياس لكوردنادورا استطال. وطبعا على كل حال انشعرت به مديرته حيدار وتم التشاور معه في هذا الاتجاه، وأنا كذلك أشعرت به. ومديرته حيدار كيف تعرفوا جات مرافقة لهذو الإخوان وجابرنا معهم، أنا تعرضت لهم في المطار وديناهم للفندق. البرنامج كان كالتالي، هاو الناس جابوا ذي الناس كاملة اللي تدخلوا، والمغرب منين نفرض عليه عنه يخليهم يدخلوا، وقلت هذا هو الفتح العظيم وهذا هو الكانيالتو يخرص، هذا هو الانتصار، هذا هو المكسب في الحق. تجبرهم مينتو، تجبرهم فاطمتو، يجبرهم محمد، يجبرهم أحمد، يجبرهم بومبا، يجبرهم بيركات، هذا السياني إلى عادنا نخدموا الأهداف. إذن منين جاءوا فرضوا عليهم عنهم، انفرض عليهم عنهم يجبروا الوالي، وانفرض عليهم عنهم يجبروا رئيس المجلس البلدي، وهذا كسر وقلع منهم نص نهار. في الوقت اللي كانت المظاهرة الوالي كان معيط لهم لأنه عالم بتوقيت المظاهرة. دعات لها تنسيقية قديم يزيك خاصة نقصوها كاملين، تنسيقية الفعاليات نقصوها كاملين، كوديسا نقصوها كاملين، كودابسو نقصوها كاملين، المرأة والطفل نقصوها كاملين. ما يالله تتضبب علينا الصورة الإخوان، لا لا ما يالله تتضبب بالمطلق، يالله تعود أهداف واضحة. إحنا قيس الأهداف ما نخدم الأشخاص، والله الأصبع سل عن الناس كاملين. إذن هذا الأمر قلت على أنه منين جابرنا عند المطار الأخت منتو قالت على أنه كان عندها مشكل لأنه سيارتها خلات ما كان حد هون من عائلته وخلات سواري سيارتها ولا هي عارفة منين مطروحة ولا في اسمها جراج مقفول عليها. قالت لي الله يجازيك يا فلان، أنا قالت لي ذا البرنامج راني الناس ماني عارفة اللي عندهم شنو راهم جايين برنامج ومسطر، يا غير يا كانك قلت تهنيني الصبح لأني سيارتي قامة عندي. قلت لها حتى أنا بلا سيارة يا غير سيارتي الغالية راني نقبضها ولا نقلها والناس. مشيت على كل حال ديتهم الكودابس دار سيدي محمد ددج مع تقرير المصير، ومفهم لي حاجه من المنرسو عقاب النهار تكلفت بهم الولايه يلداتهم، ما فتحت معاهم الا 9 بالليل. النهار الثاني كذلك اتصلت منت وقالت عنها ما يصايبه، ومشيت لحقتهم انا ديتهم المنتدى المستقبل المراه والجماعه الثروات الطبيعيه، وجبروا عائلات معتقل يقدم يزيد وجبروا المحامون، هذا هو اللي اجبر الليله الاولى ل 40 دقيقه جبروا كوداسا و40 دقيقة جبروا الاسفلداش، وحتى كوداسا حاج اللي عنه قاعدوا معاهم الا 50 دقيقة ما هو ياسر. إذا ونهاجموا نهاجموا التمثيلية اللي في الجزائر، أنا بقول عن الناس كاملة من حقها تنداغ الناس كاملة، يا غير على الأقل شوي من المنطق. بعض الإخوان كذلك يقولوا بعض التعليقات إحنا ما لنا نعودوا الشعب ونشتغلوا بآليات وحدنا نختار عش جديد، لا لا إحنا شعب والشعب مازال عنده لا مشروع دولة، إذا مازلنا بعيد شوي نتبعوا لهذا، الناس لابد تسافر. يا غير ياسر الناس يسافر. ما نعود نخرصوا الا محمد حمي الى عاد يسافر. بالتاكيد على انها مريم لعات ليه تمشي ما ليه تقيس نوفا يورك على كرعيها، ليه تمشي لها في طياره. واعمر الى عاد ليه يقيس كوما ليه يمشي لها في طياره. اذا ذا النوع من الامور وذا النوع من الوقوف عند بعض التفاصيل اللي تقول تعود ما هي مفيده بالنسبه لياله المناضلين اللي ترفع عنها. باغي نقول على انه مسؤوليه هذا الوفد برنامج راه عدل في مدريد، ويفترض لانه انا ومنتو كنا مشعورين به، منتو تبرات من ان الناس راهم جايبين معها البرنامج راهي ماجي مخطط. المساله الثانيه فيما يخص مساله الضحايا اللي قالوا لانه ما نشافوا، نحن قلنا على انه لا نحاولوا نجيبوهم الخيمه من خيام الصحراء. انا طرحت هذا الاقتراح وتكلمت مع البرلمانيين وطلبتهم ولا اعطوني يد القول، وتكلمت مع منتو حيدار وقالت لي عنها كذلك اللي تحاول من جهته اللي تتكلم معهم كانت تضغط عليهم كانوا يحشمونهم، وتكلمت مع الحبيب الصالحي يا كانهم يجتمعوا في واحدة من الديار، ولاني عارف ذاك اللي قال قالت لهم منتو يا اخوتي كون نجبر احنا منهم ربع ساعه لقد نقصوا ولا نص ساعه يشوفوا الضحايا وتعالوا لمنتو، هذا قالته منتو. اذا منين يتكلم حد يا الاخوان الله يجازيكم ودار اللي يلبس، يفترض عندنا مناضلين نعودوا متواضعين مع بعضنا
وراه ما خارج حد فوق المحاسبة ولا خارج حد فوق المسائلة. يا غير أنا نشوف على إنه ما هم الأخلاق على إن هاجم محمد حمية ساق مع يطلق عن سوء ذا العدل شنو هو ذا الواقع شنو هو ذا من يجون يبدأ من ينتهى. إذا أنا يعني ولكن هذا في إطار في صميم الوحدة بالنسبة لي وفي صميم الوضوح مع بعضنا البعض. ولا أنا باغي من هنا نوجه نداء لهذو الإخوان اللي شنجتهم ذي القضية والله تقعد ما زيانت عندهم. يا غير باغي نوجه نداء سابقهم مجموعة من رفاقهم اللي هون واللي هما يعني كيف الأخ الدهوارة وسلم الإمام وسيدمو ذهب سيدمو وجماعة كاملين لأنهم يقصدوا الناس وأنه يعملوا مع الوحدة ورانا مع الوحدة وراه ما حد يقول إحنا ما لنا لئام وقطعا عن هذو الكولة اللي كنا نتكلموا عنهم. هذا الراجل من 68 في هاي القضية وهذو كل كولة كاملين كانوا في ذي القضية كاملين. إذن يا الإخوان رانا متبرين من حد لا يحذر من يطرح من شانهم ما يقد لأنه طرح من شان نحن وتعدوا علينا. باغي نوصل لهم هاي الرسالة نتمناه إلى أنها توصلهم ونتمناه إلى أنها تعود واصلتنا كاملين. وإحنا راهم على عينينا وعلى روسنا وإحنا ما يمطرحين بوجهنا وإحنا متحدين المغرب ومتحدين غيره. يا غير بالتأكيد عنه هويتنا اللي تقول واللي الإخوان قالوا على أنها جزء أساسي من النضال من الكفاح ما نقدر نتخطاه هويتنا تقول أنها عن شيبنا وكهلاتنا على عينينا وعلى روسنا.